هناك بطبيعة الحال من بين الأمور السلبية اليوم التي هي موجودة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، هناك نشر محتويات إعلامية في كثير من الأحيان تسيء إلينا أو تكون مضرة، ولكن لابد من التأكيد أنه أيضا بالنسبة لبلادنا تتوفر على وسائل وتتوفر على آليات من أجل التصدي لهذا الأمر. ثم لابد من القول بأن الشعب المغربي لا يمكن أن تنطلي على هذه الأمور. نحن نعلم إذا كان اليوم العالم يعترف بالحل السلمي والعالم يعترف بمشروعية القرار المغربي والعالم يدرك بأن الصحراء هي مغربية، فذلك بفضل التماسك الذي يعرفه الشعب المغربي ومختلف مؤسساته، ومن ثم هذا الاعتراف وما وصلنا إليه ليس صدقة ولا منة من أحد، واليقين أنه لن ينال منه أحد، إنما لا بد للمجتمع المدني أيضا ولكافة الفاعلين أن يتميزوا بالحذر وأن يتصدوا لكل هذه العمليات، خاصة وأننا نعلم أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية دولة وإنما هي قضية مجتمع، فجميع المواطنين والمؤسسات والفعاليات لها مسؤولية في التصدي لهذه المحتويات والدفاع عن هذه القضية كل من وجهة نظره، لأنها بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب المغربي كافة هي قضية وجودية قبل أي شيء.